بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي وبناتي الغاليات، أهلا ومرحبا بكم في محاضرة الثانية لدروس تعرفي على الله بأسمائه الحسنى. في الحلقة الماضية تعرضنا إلى منزلة العلم بأسماء الله الحسنى وفقه ماذا يعني فقه أسماء الله الحسنى، وتحدثنا عن يعني فضل العلم وفضل التعلم عن الله سبحانه وتعالى. يعني هذه طبعا من الأشياء المهمة، إن إحنا دائما يعني سنجد هذه يعني اللوحة في بداية كل درس لنا، وهو الأهداف من هذه الدروس. مهم جدا يا أخوات نعلم لماذا نحضر هذه الدروس. لما يعني أقدر جدا كل أخت وكل يعني وقت هي يعني تضحي به لحضور هذه الدروس، لأعلم جميعا إن هناك حب لله سبحانه وتعالى من كنا جميعا، وهذا هو الدافع الأساسي. ولكن لابد أن نضع يعني نصف أعيننا لماذا نحضر هذه الدروس، والهدف من الحضور لهذه الدروس، الهدف الرئيسي لابد أن يكون هو معرفة الله سبحانه وتعالى ودراسة تفصيلية عن أسمائه الحسنى. وبعد أن نتعلم معاني هذه الأسماء كما أمرنا الله بها في القرآن، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، نحيا. كيف نحيا بهذه الأسماء؟ كيف نطبق يعني ما أمرنا الله به من خلال هذه الأسماء في حياتنا؟ وأيضا تحدثنا عن كيف نحكم على الأمور الحياتية من خلال فهمنا لأسماء الله، كيف يعني نعرف ما يحدث لنا، لماذا يحدث، كيف يعني نعرف حكمة الله سبحانه وتعالى أو لا نعرف. ففي يعني الحالتين نحن نؤمن بأن الله الحكيم هو الذي يعني يقدر لنا الخير حيث كان، حتى لو لم يكن ذلك ظاهرا أمامنا. أيضا من الأهداف هو تحسن حالتنا النفسية. الآن الضغوط كثيرة جدا، والمشاكل كثرت، والبيوت فيها ما فيها. فإذا من الأهداف الرئيسية لحضور هذه الدروس هو أن نشعر بتحسن الحالة النفسية لنا، وأكثر تعاملاً مع المشاكل وحلاً لها. أيضاً زيادة الإيمان في قلوبنا والشعور بالقرب أكثر من الله سبحانه وتعالى، كمال الخضوع والاستسلام لأوامر الله ونواهيه. فدائماً نضع نصب أعيننا، هذه هي الأهداف من حضور هذه الدروس. اليوم إن شاء الله سنتحدث عن بعض الأشياء الهامة في أسماء الله الحسنى. يعني إحنا كما ذكرنا إحنا سنتحدث في أشياء عامة في أسماء الله الحسنى. إلى الحلقة القادمة إن شاء الله أو المحاضرة القادمة سنبدأ في يعني أخذ أول اسم من أسماء الله، بعد أن نكون يعني أفردنا هذه الحلقة وبعض يعني شيء بسيط من المحاضرة القادمة عن يعني أشياء عامة في صفات الله وفي أسمائه الحسنى. نتحدث في النقطة كما تحدث فيها الشيخ، وهي آثار أسماء الله الحسنى في الخلق والكون. ما هي الآثار لهذه الأسماء في الخلق والكون؟ ماذا نعني بذلك؟ إن من أجل المقامات وأنفع الأمور التي توجب للعبد الرفعة وتعينه على حسن المعرفة بالله
هو التأمل، التأمل في أسماء الله الحسنى والصفات العليا له في الخلق والكون، وأن العالم كله بما فيه من سماوات وأرض وشمس وقمر وليل ونهار وجبال وبحار وحركات وسكنات، كل ذلك من آثار أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته في هذا الكون، فهي كلها تشير إلى الأسماء الحسنى وحقائقها، تنادي عليها وتدل عليها وتخبر بها. فإذا وهذا أيضا التفكر والتأمل سنجد من ما يعني يأمرنا الله سبحانه وتعالى به في القرآن الكريم، لعلكم تتفكرون، لعلكم تعقلون، لعلهم يتفكرون. فإذا التفكر في ماذا؟ التفكر في هذا الكون، في الآيات المرئية التي نراها من حولنا تدل على أسماء الله سبحانه وتعالى، الخالق الرازق، مالك الملك، هذا الملك من المالك له، الرازق من الذي يرزقنا، الذي يرزق الطير والحيوان والإنسان، الرازق اسم الله الرازق، اسم الله الخالق، يعني اسم الله سبحانه وتعالى الحافظ، يعني الذي الحفيظ الذي يحفظنا من كل شر، اسم الله القادر القدير المقتدر الذي يقدر على هذا الكون، كل هذا من آثار ما نراه من هذا الكون في أسماء الله الحسنى في سورة طبعا. وهذا يعني على سبيل المثال للحصر، لأنه القرآن الكريم عندما تقرأي تجدي يعني آيات كثيرة تتحدث عن ذلك، يعني اخترنا منها في سورة فاطر، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. هنا نجد اسم الله الحليم الغفور الذي يحلم على عباده إذا يعني تعرضوا لبعض الذنوب أو جلبوا إلى أنفسهم ذنوب، وكذلك يغفر لهم إذا تابوا. برغم كل هذه الآيات التي تدل على وجود الخالق، فالله سبحانه وتعالى يعني يحلم على عباده ويعطيهم يعني فرصة واحدة واثنين وثلاث حتى يعودوا إليه سبحانه وتعالى. أيضا آثار أسماء الله في الخلق، في خلق الإنسان، لو يعني إذا أخذنا مثال في خلق الإنسان، ما آثار هذه الأسماء في خلق الإنسان؟ الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. إذن الله سبحانه وتعالى بيتحدث إلينا أن خلق الإنسان ليس عبثا حاشاه سبحانه وتعالى، وأنه هو الملك الحق وأنه رب العرش الكريم. كل هذا من صفات وأسماء الله سبحانه وتعالى التي يعني يتحدث بها إلينا، وأن هذا وأن خلق الإنسان ليس عبثا، وأن لنا مهمة في هذه الحياة، وأن لابد أن نقوم بهذه المهمة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، عبادة الله وعمارة الكون ونشر هذا الدين ونشر العدل بين الناس، كل ذلك والدعوة إلى الله، كل هذه مهام الإنسان المسلم الموحد المؤمن بالله سبحانه وتعالى، فذلك ليس عبثا. فعندما نستحضر أسماء الله سبحانه وتعالى وأثارها في خلق الإنسان، نجد أن السميع البصير يوجب مسموعا ومرئيا، وأن الخالق يقتدي مخلوقا، وأن الرزاق يرتدي من يعني يقتدي من يرزقه أو يوجب من يرزقه، وإن الملك يقتدي مملكة وتصرفا وتدبيرا وإعطاء ومنعا، وأن الغفار التواب العفو يقتدي
من يتوب إليه ومن يستغفره ومن يسترحمه الرحيم. إذن هناك أثار لهذه الأسماء على الإنسان نفسه، فكل اسم له تعبد مختص به علما ومعرفة، ولا يتحقق شيء من هذا إلا بالنظر والتدبر. ولذلك ذلك ما سنقوم به إن شاء الله من دراسة الأسماء على حدة، كل اسم على حدة له معنى، وسندرس ما معنى هذا الاسم لله سبحانه وتعالى، ما معنى هذه الصفة ووجود هذا الاسم في القرآن، وعلاقة هذا الاسم في الآيات التي ذكرت في القرآن، وما الفائدة من العلم بهذا الاسم، وكيف نحيا بهذا الاسم، وكيف ندعو الله بهذا الاسم. كل ذلك إن شاء الله سوف يعني نتعرض إليه لاحقا. أيضا قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، دعاء، الدعاء هو دعاء مسألة ودعاء تعبد. ما هو الفرق بين دعاء المسألة ودعاء التعبد؟ الله سبحانه وتعالى يطلب منا في هذه الآية أن ندعو بأسمائه الحسنى، فإذا هذا تعبد، هذا أمر نتعبد به مثل الصلاة والصوم، فهي أشياء تعبدية، يعني تعبد الله بأنك تدعيه بأسمائه وصفاته. وأيضا دعاء مسألة هو دعاء المسألة. ماذا يعني دعاء المسألة؟ يعني يا رزاق ارزقني، يا رحمن ارحمني، يا نصير انصرني. فإذا ده بتدعيه على حسب الحالة التي تشعرين بها، أنت في حالة ضيق، في حالة يعني حزن، تدعي الله سبحانه وتعالى يا نصير، يا نصير، يا ولي تولني فيمن توليت، يا نصير انصرني. في حالة ضيق من المعيشة يا رزاق ارزقني، في حالة يعني اقترفت ذنب وتريدين التوبة إلى الله يا غفور اغفر لي. يبقى إذن هذه هي دعاء المسألة، وأنت تدعي الله سبحانه وتعالى بدعاء المسألة هي في يعني في نفس الوقت هو تعبد، تعبد لله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. وكما ذكرنا مهم جدا فهم معاني هذه الأسماء حتى عندما ندعو الله سبحانه وتعالى لا يختلط الأمر علينا، نعرف الأسماء المناسبة للدعاء الذي ندعو به الله سبحانه وتعالى. وذلك يعني يتأتى لنا من التدبر والتفكر في الآيات الكونية كما ذكرنا، في الكون وفي خلق المخلوقات وخلق الإنسان، وأيضا في التدبر لآيات القرآن، التدبر أخواتي، التدبر لآيات القرآن وفهمها من أجل الأشياء التي ممكن أن نتحدث عنها طويلا، لأني يعني أنا يعني متأكدة أنه في أخوات كثير من الحضور بارك الله فيهن حافظات للقرآن أو يحفظن شيء من القرآن، لكن أتمنى أن يكون التدبر والفهم موجود مع الحفظ. الحفظ وحده جميل جدا لكن لا يكفي، لابد من الفهم الصحيح للقرآن وتدبره لكي يكون له تأثير في تغيير سلوكك في الحياة، في تغيير تفكيرك، في حكمك للأمور يتغير، كيف يتغير حكمك للأمور، كيف تكوني أكثر استجابة لأوامر الله سبحانه وتعالى، ولا نكون من المقتسمين والعياذ بالله الذين يأخذون شيء من القرآن ويتركون شيء. فنأخذ الأوامر، يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في جميع الأوامر والنواهي جميعها، لا نأخذ ما نحب ونترك ما لا نحب. النقطة الأخرى في آثار أسماء الله الحسنى على القلب، ما آثار أسماء الله الحسنى على القلب والجوارح، أو بمعنى آخر هي العبودية، لأنه عندما نتحدث عن العبودية فهي العبودية ما يعني تبدأ بالقلب وتنتهي بالجوارح. لماذا؟ يعني لو تحدثنا عن مثال بسيط جدا هو الخشوع، خشوع القلب. إذا القلب خشع إلى الله أثناء الصلاة مثال يعني،
أثناء الصلاة عندما يخشع القلب، ماذا سيحدث؟ ستخشع الجوارح. فإذا القلب هو المضخة التي تضخ الدم لجميع أعضاء الجسم، وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ألا إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فألا وهي القلب. فإذا عندما نتحدث عن القلب، وكما دعا إبراهيم عليه السلام بقلب سليم أن يأتي يوم القيامة بقلب سليم، قلب خالي من الحقد، خالي من الحسد، خالي من تمني الزوال نعمة الغير، خالي من المقارنات، خالي من حب الدنيا، خالي من الأشياء التي تبعدك عن الله سبحانه وتعالى. هذا هو القلب. فعندما يكون هذا القلب مليء بالخشوع والإنابة والخشية والرهبة والمحبة والتوكل وغير ذلك، سيكون له آثار. يعني عندما نفهم يعني أسماء الله الحسنى سنجد هذه الآثار على هذا القلب. فإن العبد إذا علم بتفرد الرب، عندما نعلم أن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يضر وينفع، وهو الذي يعطي ويمنع، وهو الخالق وهو الرازق وهو المحيي المميت، كل هذا من أسماء الله الحسنى، فإن ذلك يثمر لنا عبودية التوكل على الله باطنا وظاهرا. ومن هذا ما يعني قيل في القرآن الكريم آيات كثيرة عن التوكل. في سورة الفرقان يقول الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وهذه من الآيات التي كانت تنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام في وقت شديد عليه، في وقت وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها وعمه أبو طالب. وطبعا كان هذا وقت صعب جدا على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن عمه كان يعني عمه كان يعني يمثل الدفاع الخارجي له، والسيدة خديجة كانت تمثل الدفاع الداخلي له، كانت تواسيه وكانت يعني تشجعه وتساعده يعني تواسيه بمالها وبكل شيء. فعندما يعني حدث هذا يعني الوفاة لها ولعمه، فأصابه الحزن. فنزلت الآيات تبين للرسول وتبين لنا حقيقة أننا لابد أن نتوكل على الحي الذي لا يموت. أي أحد، أي مخلوق معرض أن يموت، معرض أن يمرض، أو يخذلك إنسانة أو إنسان يخذلك، فأنت تجعلي دائما توكلك على الله، على الله سبحانه وتعالى. وتوكل على العزيز الرحيم، سورة الشعراء: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، سورة المزمل. فكل هذا يعني الآيات تحث يعني تعطينا الإحساس بضرورة التوكل على الله سبحانه وتعالى. وإذا علمت أن ربك سميع بصير عليم، لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات والأرض، وأنه يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا علمت بكل ذلك، فإن ذلك يثمر لك حفظ اللسان والجوارح وخطرات القلب عن كل ما لا يرضي الله، وجعل تعلقك بالله وحده. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة العلق: ألم يعلم بأن الله يرى؟ يقول في الحجرات: واتقوا الله إن الله سميع عليم. ويقول في سورة فصلت: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. أيضا أختي الحبيبة، إذا علمت أن ربك هو الغني الكريم البر الرحيم واسع الإحسان، وأنه تبارك وتعالى مع غناه عن عباده، فهو محسن إليهم، رحيم بهم، يريد بهم الخير ويكشف عنهم الضر، بل لا لجلب منفعة إليه من العبد ولا لدفع مضرة، بل رحمة منه سبحانه وإحسانا،
يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الذاريات، بسم الله الرحمن الرحيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا إذا علمت أن ربك هو الرزاق تطلبي الرزق من الله سبحانه وتعالى. نعم عليك بذل المجهود وبذل الأسباب، ولكن في النهاية تعلمي أن من بيده الرزق هو الله سبحانه وتعالى. تطلبي من الله الرزق، تطلبي من الله العون. إذا علمت ذلك جعل أصبح هناك رجاء، رجاء في الله سبحانه وتعالى، وأن تنزلي جميع حوائجك بالله وتظهري افتقارك والذل له سبحانه وتعالى، كما قال في سورة فاطر: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، هو الغني عن جميع خلقه، والحميد الذي يعني له الحمد في ذاته، فهو حميد في ذاته. نحن في حاجة إلى الله، كلنا أخواتي في حاجة إلى الله، والله ليس في حاجة إلى أحد، هو الصمد، هو الفرد الصمد، كل الخلائق تحتاج إليه ولا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. وبرغم ذلك يحب أن ندعوه، ويحب أن يعني نبين ذلنا وافتقارنا له. وأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، كما جاء في السنة المشرفة. فإذا يعني نجد أن هذا الإله العظيم الذي هو في غنى عنا جميعا، ولكن إذا دعوناه وإذا أخلصنا الطلب وإذا أظهرنا الذل والخضوع له وحده سبحانه وتعالى، فهو يعني يستجيب لنا ويحب أن يكرمنا ولا يرد يدينا خائبتين. أيضا إذا علمت بالله وعدله وانتقامه وغضبه سيثمر لك الخشية والخوف والحذر وعدم الاستمرار في المعصية. وهذا من يعني جلال صفات وأسماء الله سبحانه وتعالى، الأسماء والصفات التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى قادر ويعني يعاقب الظالم ويعاقب المسيء، وبذلك هذا يثمر في القلب خشية. وإذا هناك يعني اقترفنا أي نوع من الذنوب سريعا نعود إلى الله سبحانه وتعالى ونطلب المغفرة من الله. أيضا إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى بجلاله وعظمته وعلوه، كما قال في سورة الحج: بسم الله الرحمن الرحيم: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هذا العلو، هذا الكبر لله سبحانه وتعالى الكبير المتكبر العلي العظيم، يجعلك تشعرين بأن بكمال الخضوع إليه، إليه وحده سبحانه وتعالى. وإذا علمت أيضا بأن بكمال الله وجماله أوجبت لك هذه محبة خاصة وشوقا، عندما تعلمين أن العظيم يحبك، أما عندما تعلمين أن خالق هذا الكون والمدبر يعني الذي يتولى شؤونه يعني يقول لك: ألم يئن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم إلى ذكر الله، يعني يقول لك يعني: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، يعني آيات في منتهى الرقة تخاطب المؤمنين وتخاطبك أنت. وهذا من تدبر القرآن أخواتي، عندما تقرأي القرآن لابد أن تشعري أن الله يتحدث إليك في هذا القرآن، وإنك لا تقولي: لا هذا الكلام للمؤمنين، هذا الكلام للكافرين، هذا الكلام. لا يا أختي الحبيبة، عندما يتحدث إليك الله سبحانه وتعالى في القرآن بيا أيها الذين آمنوا، فإنه يتحدث إليك أنت. فعندما تستشعري ذلك وتستشعري يعني أن الله سبحانه وتعالى فضلنا وكرمنا على كثير ممن خلق، وأن المؤمن المخلص لله سبحانه وتعالى قد يصل في مرتبته إلى مرتبة أعلى من مرتبة الملائكة عند الله سبحانه وتعالى المقربين في عليين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم.
فتشعري بعظمة هذا الإله وبالحب وبالحب والشوق إليه. وهذا ما نقوله هو الحب. عندما تشعرين بالحب، حب الله سبحانه وتعالى، ستتقبلين كل شيء، ستتقبلين يعني أقدار الله المؤلمة، ستتقبلين صعوبة العبادات في بعض الأشياء، ستتقبلين صعوبة عدم اقتراف الـ يعني المعاصي والذنوب، وخاصة في هذا يعني العالم الذي أصبح فيه يعني الآن اقتراف الذنوب بضغطة زر على المحمول، يعني تدخلك في عالم والعياذ بالله شيء يعني من المعاصي. فاجتماع قلبك على طاعة الله وعلى محبته يعني يوصلك إلى هذه المحبة، وبهذا يعلم أن العبودية بجميع أنواعها راجعة إلى آثار أسماء الله وصفاته، وأن المعرفة واليقين سيؤدي بك إلى اجتماع همك كله على الله سبحانه وتعالى تذللا وخشوعا وانكسارا ورغبة وتقربا إليه بالنوافل بعد الفرائض. الآن نتكلم عن موضوع آخر أيضا في أسماء الله الحسنى، وهو أن أسماء الله تعالى كلها حسنى، وذلك بما جاء في القرآن الكريم، وصفها الله سبحانه وتعالى بأن أسمائه كلها حسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، سورة الأعراف، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، سورة الإسراء، سورة طه، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فما هي الحسنى؟ تعريف كلمة الحسنى، الحسنى هي جمع الأحسن، كلمة الأحسن فجمعها هي الحسنى، وذلك يعطينا معنى الحسن الكامل التام، الحسن التام لله سبحانه وتعالى. هنا ليس هناك حسن كحسن أسماء الله وصفاته، وهو المثل الأعلى لله سبحانه وتعالى، ولله وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، أي الكمال الأعظم في أسمائه وذاته وصفاته. ده كان يعني بالنسبة لي معنى الحسنى. عندما نقول أن أسماء الله الحسنى كلها توقيفية، ما معنى توقيفية؟ توقيفية يعني ما جاء في الأسماء، ما جاء في القرآن والسنة النبوية الصحيحة، يعني لا نزيد عن هذه الأسماء، لا نخترع أسماء غير واردة فيما جاء في القرآن وما جاء في السنة النبوية. فتوقيفية معناها أن لا تدخل فيها لنا إطلاقا، نحن ندرسها كما جاءت بنصوص في القرآن ونصوص أخرى مثبتة في الأحاديث النبوية الصحيحة للرسول عليه الصلاة والسلام. ودي نقطة مهمة جدا أخواتي، أحب أن أنا أكد عليها، لأنه في باب أسماء الله الحسنى عندما تقرأي في يعني بعض الكتب تجدي أن أسماء كده دخلت في الموضوع ليس لها دليل من القرآن ولا من السنة. فمهم جدا في دراسة أسماء الله الحسنى أن نلتزم فيها بما جاء صراحة في القرآن وفي السنة النبوية الصحيحة. أيضا نتحدث عن صفات، يعني هذه الأسماء دالة على صفات كمال ونعود جلال للرب تعالى باعتبار معانيها وحقائقها. ماذا تعني ذلك؟ يعني كل اسم من أسماء الله دال على صفة، ثبوت صفة كمال لله تبارك وتعالى. يعني إيه؟ لو أخذنا مثال، الرحمن يدل على صفة الرحمة، العزيز يدل على صفة العزة، الخالق يدل على صفة الخلق، وهكذا في الأسماء. هل هذا مهم؟ مهم جدا. نرجع إلى تدبر القرآن مرة أخرى، وهي ما نسميه علاقة الأسماء بنهايات الآيات. عندما تقرأ آية من القرآن
وتكون هذه الآية آخرها اسم من أسماء الله الحسنى. لازم نفكر فيها، لازم نجد علاقة بين نهاية هذه الآية، لماذا جاء اسم الله نهاية لهذه الآية. هناك يعني قصة لطيفة بذلك، أن بعض العرب كان يقرأ القرآن مع يعني إيه أحد بجانبه، فقرأ كان يحفظ يعني، فكان يسمى حفظه، فقال في سورة المائدة: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هذه الآية ختمها والله غفور رحيم، فقال من يستمع إليه: ليس هذا بكلام الله. فقال القارئ: أتكذب بكلام الله تعالى؟ فقال: لا، ولكن ليس هذا بكلام الله. فعاد إلى حفظه وقال: والله عزيز حكيم. فقال الأعرابي: صدقت، عز فحكم فقطع. لأن الآية تتحدث عن عقاب، عقاب للسارق والسارقة، ففي وقت العقاب سيكون الاسم العزيز الحكيم، عز فحكم فقطع. لكن عندما نتحدث عن مغفرة لله سبحانه وتعالى فيكون الغفور الرحيم، إنك أنت الغفور الرحيم. إذن سيكون الدعاء مختلف. عندما يعني دعا سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما السلام: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل الدعاء، فأنك تسمع هذا الدعاء، فجاء اسم السميع والعليم، أن تعلم ما بنيتنا. فهذا مهم جدا، هو أن كل اسم يدل على صفة، وهذه الصفة لها ثبوت كما ذكرنا. أيضا أن ليس هناك اسم يحتوي على الشر أو يدل على نقص، فالشر ليس إليه، فلا يدخل في صفاته سبحانه وتعالى، ولا يلحق بذاته، ولا يكون في شيء من أفعاله. وأن الله أمر عباده بدعائه بها بقوله: فادعوه بها، فادعوه بها. أيضا من الأحاديث للوردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن لله 99 اسما، فمن أحصاها دخل الجنة. طبعا العلماء في معنى كلمة أحصاها، أحصاها وليس حفظها فقط، حفظها وفهمها وعمل بها. وهذا إن شاء الله وبإذن الله ما يعني نتمنى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن هذا ما نخرج به من هذه الدروس. يعني إذا خرجنا من إحصاء يعني أسماء لله سبحانه وتعالى 99، طبعا هم يعني أكثر من ذلك، ولكن الحديث يتحدث عن هذا الرقم 99 اسما. لكن عندما يعني تجدي أسماء الله في القرآن مع التي في السنة قد تصل إلى 120 أو 121 الموثقة. وكذلك هناك أسماء تانية لا نعلمها، كما جاء في دعاء الرسول: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فإذا هناك أسماء لا نعلمها ويستأثر بها الله سبحانه وتعالى. فالحديث يتحدث عن من بين هذه الأسماء 99 اسما. فإذا استطعنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ويتقبل منا في هذه الدروس، أن نحصي هذه الأسماء عملا فهما وتدبرا، وبعد ذلك عملا، وكلمة عملا أي نحيا بها، نحيا بها. فيعني الله سبحانه وتعالى وعد أن يدخل من يحصي هذه الأسماء الجنة. فأنا يعني أرجو من أخواتي جميعا يعني أن يعقدوا النية الآن، أنهم يعني الغرض من حضور هذه الدروس هو دخول الجنة، دخول الجنة، بأن كل أخت تنوي في قلبها أنها تدرس 99 اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى فهما وتدبرا وعملا لدخول الجنة. عنوان آخر نتحدث فيه وهو أسماء الله الحسنى أعلام وأوصاف.
ماذا نعني بأعلام وأوساط؟ العلم أعلام يعني اسم جمع طبعا، والمفرد علم. ماذا نعني بعلم؟ علم يعني ما يدل على يعني اسم لذات، اسم لشيء. عندما يكون اسم لشيء فهذا علم. فأسماء الله سبحانه وتعالى كلها أعلام تدل على ذات الله، واسم الله هو الاسم الجامع لكل الأسماء الحسنى الأخرى. يعني كل الأسماء الأخرى الحسنى لله سبحانه وتعالى هي تندرج تحت اسم الله، وذلك أيضا الدليل ما جاء في القرآن، هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله الخالق البارئ. فإذا الله هو الاسم العلم الدال على ذات الله سبحانه وتعالى، وتندرج تحت هذا الاسم كل الأسماء الأخرى والتي أيضا تحمل الأوصاف، الأسماء والأوصاف. فإذا فنحن نعتبر أن أسماء الله هي أعلام دالة على ذاته، يعني عندما نتحدث عن الرحمن الكريم فتعرفي أن هذا هو الله، الرحمن هو الله، الكريم هو الله، الرزاق هو الله. فهذه الأسماء تدل على ذاته، فتعتبر من تسمى أعلام، وأيضا تدل على أوصاف. وفي حالة الأوصاف هيكون ماذا؟ هيكون كل واحد من هذه الأسماء له معناه الخاص. يعني الرحمن يدل على الرحمة، الرزاق يدل على الرزق أنه يرزق، يعني القوي يدل على القوة. فإذا هذه الأسماء كلها دالة على ذات الله، وفي نفس الوقت كل اسم على حدة له صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وتندرج كل هذه الأسماء تحت اسم العلم لله سبحانه وتعالى، هو الله الله. فكلها أسماء لمسمى واحد وهو الله عز وجل. طيب لابد أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى تحدث عن نفسه وعن أسمائه بأن له المثل الأعلى. يعني عندما نقول مثلا في بعض يعني الناس عندما توصف يقال لها كريم، يقال له عزيز، مثلا في سورة يوسف أيها العزيز، العزيز وهو لقب طبعا في سورة يوسف، عندما يعني تبوأ سيدنا يوسف المنصب العزيز وهو يعني زي مثل وزير، يعني وزير المالية في ذلك الوقت، فكان يطلق عليه العزيز، فهو العزيز ولكن ليس كالعزيز اسم الله سبحانه وتعالى. فبالتالي لابد أن نفرق، برغم أنه جاء في القرآن ولكن هناك فرق بين اسم الله العزيز، لأن لله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى وله المثل الأعلى. أيضا بالنسبة للصفات، الأسماء لله سبحانه وتعالى جاء ذكرها في القرآن يعني وصف كفعل، يعني كيف يصف الله سبحانه وتعالى اسمه. فمن أمثلة ذلك في سورة إبراهيم، الله يصف اسمه الوهاب بأنه قال الحمد لله الذي وهب، ذلك ما قاله سيدنا إبراهيم عليه السلام، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. فإذا وهب هذه من أفعال الله، أنه يوهب، يهب لمن يشاء ذكورا ويهب لمن يشاء إناثا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. فإذا الهبة هي من أفعال الله سبحانه وتعالى ومن صفاته لاسم الوهاب. أو الخالق في سورة الأنعام، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، فالخلق هذا من فعل الله سبحانه وتعالى. كذلك القدوس السلام، وهو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص، وذلك ما جاء في سورة الإسراء، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبير. فهذه كلها أوصاف نقص، الذي يتخذ ولدا يريد أن يعينه ويريد أن يكون له قوة فهذا نقص فيه. كذلك الذي له شريك في الملك يعني لا يستطيع أن يتولى الملك بنفسه فهذا ضعف. فولي من الذل يعني من يدافع عنه فهذا ضعف. فالله سبحانه وتعالى منزه عن كل هذا النقص. أيضا
في القرآن إثباتا لأسماء الله وإثباتا للصفات التي دلت عليها تلك الأسماء، مثل اسمه العزيز، ففي القرآن في سورة فاطر: فلله العزة جميعا. ثبت أن لله العزة جميعا. أيضا العلم، اسم الله العليم، ثبت العلم لله في سورة البقرة: ولا يحيطون بشيء من علمه. وقوله في سورة هود: فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. فالله يثبت لنفسه العلم. أيضا القوة، الله القوي يثبت لنفسه القوة في القرآن في قوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وسمى نفسه الرحمن الرحيم بوصف نفسه بالرحمة: وربك الغفور ذو الرحمة. أيضا اسم الله الحكيم، الله أثبت لنفسه الحكم، له الحكم وإليه ترجعون. يبقى إذن يعني كل ما نقوله هنا أو يقول الشيخ في يعني هذه الـ الـ يعني الجزئية، بأن الله سبحانه وتعالى أسمائه وصفاته كلها أثبتت في القرآن ومثبتة في الآيات القرآنية. وأيضا من الأشياء التي مثبوتة في أو ثبتت في القرآن هو الله سبحانه وتعالى سمى نفسه في القرآن بأسماء، ثم نزه نفسه عما يضاد ما دلت عليه من الصفات. ماذا يعني؟ يعني الله سبحانه وتعالى يسمي نفسه الحي القيوم، جاءت الحي القيوم كثيرا في القرآن. طيب، وفي نفس الوقت نزه نفسه عن السنة والنوم في قوله: لا تأخذه سنة ولا نوم. الحي القيوم يعني دائما حي وقائم على شؤون عباده، فعكسها لا تأخذه سنة ولا نوم، والاثنين مذكورين في القرآن. أيضا القوي ونزه نفسه عن التعب أو اللغوب، فالله يقول في سورة قاف: وما مسنا من لغوب. وقوله: ولا يؤوده حفظهما، سورة البقرة. يبقى إذن ده نفي التعب عن الله سبحانه وتعالى. أيضا اسم الله العليم ونزه نفسه عن الغفلة والنسيان بقوله: وما الله بغافل عما تعملون، في سورة البقرة، أو وما كان ربك نسيا في سورة مريم. فهذا أيضا من الأشياء التي ثبتت لله سبحانه وتعالى في القرآن، بأن أسمائه دالة على صفات، وأنه ينافي أيضا النقص، وأنها ثبتت في القرآن ما ينافي النقص. من الأقسام، أقسام الأسماء والصفات من حيث المعاني يعني، وهذه الأشياء تساعدنا إن شاء الله بعد ذلك في تدبر الأسماء. هي أقسام يعني، قسم الشيخ الأسماء من حيث المعاني إلى 4 أقسام. القسم والخامس هو يعني استنتاجا لما يعني إيه رأيناه في الـ الأسماء. هو القسم الأول: ما كان منها دالا على صفة ذاتية. صفة ذاتية لله هي الصفة التي لم يزل الرب ولا يزال متصفا بها، فهي لا تنفك عن الذات ولا تعلق لها بالمشيئة. مهم جدا نفهم دي، إن صفة ذاتية يعني متعلقة بالله، يعني هي بقى في صفات أخرى مش متعلقة، لا هو بيقول لك إنه الصفات لا تتعلق لها تعلق بالمشيئة. يعني إيه هيبان؟ خلينا الأول بس في أول واحدة اللي هي الصفة الذاتية لله، مثل الحي العليم السميع البصير القوي العلي العزيز القدير، كلها صفات لله فعلية وذاتية لله سبحانه وتعالى. يبقى ذاتية وفعلية لله سبحانه وتعالى. القسم الثاني هو ما دل على الصفة الفعلية والتي تتعلق بالمشيئة، تتعلق بالمشيئة. من هذا القسم اسم الله سبحانه وتعالى الخالق، الخالق الرزاق التواب الغفور الرحيم.
كون تعلقها بالمشيئة اللي هي الصفات الفعلية دي، كون تعلقها بالمشيئة ما جاء من القرآن، ما استدل عليه الشيخ ما جاء من القرآن في سورة البقرة: يخلق ما يشاء يرزق من يشاء، في سورة البقرة. في التوبة: ويتوب الله على من يشاء التواب، يغفر لمن يشاء في الفتح، سورة الفتح. في سورة العنكبوت: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. فإذن هناك التعلق بالمشيئة هنا، فسماها صفات، ما دل على صفة إيه؟ فعلية، صفة فعلية لله سبحانه وتعالى. يبقى الأولى صفة ذاتية في الله لا تنفك عنه. القسم الثاني هو صفة فعلية، يعني يفعلها الله ما متى يشاء سبحانه وتعالى. والقسم الثالث هو ما يدل على التنزيه والتقديس وتبرئة الرب سبحانه وتعالى عن النقائض والعيوب. زي إيه؟ مثل ماذا؟ أسماء الله: القدوس والسلام والسبوح. قدوس والسلام والسبوح، هذه من أسماء التنزيه. ماذا نعني تنزيه الله عن كل نقص؟ القدوس يعني يدل على التقديس وهو التنزيه، والسلام يدل على السلامة من النقائض والعيوب، والسبوح يدل على التسبيح وهو التنزيه. القسم الرابع هو ما دل على صفات عديدة، جملة أوصاف عديدة. مثال: اسم الله المجيد. اسم الله المجيد له عدة معاني: زاد بمعنى زاد وكثر، فالمجيد يرجع إلى عظمة أوصافه وكثرتها وسعتها، وإلى أيضا عظمة ملكه وسلطانه، وإلى أيضا تفرده بالكمال المطلق والجلال المطلق. فإذا في اسم المجيد له معاني كثيرة، فداخل تحت تقسيمة ما دل على عدة صفات. وهناك اسم جامع يعني هذه الصفات كلها، وهي الحي القيوم. يعني ما هو لازم لهذه الصفات والأسماء؟ هو اسم الله سبحانه وتعالى الحي القيوم، لأن عندما تذكري جميع الأسماء فنجد إنه اسم الله الحي الذي لا يموت زي ما حدثنا قبل ذلك، وأن القيوم القائم على شؤون عباده هو لازم لجميع كل هذه الصفات. فإذا يعني نحن لا نستطيع أن نفصل أسماء الله وصفات بعضها عن بعض، هي مجرد تقسيمات لتسهيل الفهم، مش يعني ليس أكثر. لكن في النهاية هي كل الأسماء كلها في يعني ناحية واحدة، وفي يعني في وقت واحد. فالعليم هو العزيز، هو الحكيم، هو القوي، هو المتين، كل الأسماء. ويجمع ما بين هذا الأسماء كلها الحي القيوم، دائما قائم، لا تأخذه سنة ولا نوم، يقوم على شؤون عباده سبحانه وتعالى. والاسم الدال على كل هذه الصفات هو الله، الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك نتعرض إلى يعني عنوان لطيف، وإن شاء الله هذا العنوان يعني إذا يعني أعطانا الله العمر سيكون هذا العنوان يعني سلسلة الحلقات القادمة بعد انتهائنا إن شاء الله من أسماء الله الحسنى وإحصائها كما ذكرنا. سيكون هذه يعني عنوان سلسلة أخرى، وهي اقتران الأسماء بعضها ببعض. فده يعني هذا باب عظيم يتأتى لمن يتدبر أسماء الله الحسنى في القرآن، ويعني لا نستطيع أن احنا نفرد له في يعني هذه الدروس بابا يعني نتكلم فيه، ويحتاج يعني دورة أو سلسلة محاضرات وحدها. فاختصارا انه يعني ما يقول الشيخ هنا هو اقتران اسماء الله الحسنى في مواضع كثيره من القران له جمال خاص وله تدبر خاص. يعني عندما تجدي اسم الله العزيز الحكيم، لماذا جاء العزيز الحكيم ولماذا لم يجي اي اسم اخر؟ فتجدي انه له علاقه بالايه،
كما ذكرنا إن نهايات الآيات بالأسماء لها دائما علاقة بوجود هذه الأسماء لهذه النهايات كما ذكرنا سابقا. فالعزيز الحكيم، العزة والحكمة، والجمع بينهما ماذا يعني؟ يعني أن عزة الله مقرونة بالحكم، فعزته لا تقتدي ظلما ولا جورا، وبالتالي وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل، فبخلاف حكم المخلوق. فإذا أنت تجدي العزيز الحكيم، إنه العزيز العزة جاءت بناء على الحكمة في الحكيم، والحكيم أن حكمته سبحانه وتعالى هي مقرونة بالعز الكامل. فإذا تجدي إنه يعني الأسمين لهم علاقة ببعض، ولهم علاقة أيضا بنهاية الآية التي يعني إيه يعني يكونون فيها. كذلك اسم الله الغني الحميد، أمثلة يعني في القرآن الله سبحانه وتعالى يتحدث في سورة الأنعام، ومن يشكر، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. اسم الله الغني الحميد، لماذا جاء هنا الغني الحميد؟ الغني عن المؤمنين وعن الكافرين، فهو لا يعني حمد الحامدين وشكر الشاكرين لا يزيد في ملكه شيء، وكفر الكافرين لا ينقص في ملكه شيء، فهو الغني عن جميع عباده سبحانه وتعالى. الحميد المستحق للحمد في ذاته وليس منتظر حمد من أحد. فبالتالي عندما يتحدث الله سبحانه وتعالى أن من سيعبد ويشكر فإن ذلك لنفسه، يعني لنفس هذا العبد أو لمصلحته، لأن الله في غنى عن عباده، لأنه هو الغني والمستحق للحمد في ذاته سبحانه وتعالى. عندما نجد مثلا في مثال العزيز العليم، العزيز العليم في سورة ياسين، بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. لماذا جاء العزيز العليم هنا؟ العزيز تدل على أن خلق السماوات وخلق الشمس والخلق الكواكب وهذا الإتقان الرائع والتقدير المتقن المحكم عن عزة، جاء عن عزة وعلم، عزة لله سبحانه وتعالى وقدرته، وهذه العزة وهذه القدرة بناء على علم وهو العليم، ليس أمرا يعني كده جاء بالصدفة، ولكن علم، وهذا العلم أصفر عن الإيه؟ عن القدرة، وأيضا القدرة أو العزة بناء على العلم. فنجد العلاقة بين الإيه؟ العزيز العليم. كذلك العزيز الرحيم في سورة الشعراء، سورة الشعراء سنجدها يعني معظمها بتتحدث عن قصص الأنبياء مع قومهم، وكيف إن الله سبحانه وتعالى نصر هؤلاء الأنبياء على أقوامهم، على أقوامهم. فنجد إنه في فريقين، يعني فريق الكفار وفريق الإيه المؤمنين. فتيجي ال هنا أسماء الله العزيز الرحيم، العزيز لمن؟ العزيز بالتأييد والنصر لأنبيائه، وهذا من أثار إيه العزة لهم والرحمة أيضا لهم، هذا لها يعني علاقة. والعلاقة الأخرى أن الرحيم لعباده حافظا ومؤيدا لهم، والعزيز القوي الغالب على أعدائه. فبالتالي لما تيجي الكلام عن الكفار يعني الأنبياء والكفار، فالله يعني يعز ويرحم أنبيائه بأن هو يعني ينجيهم وينصرهم، وأيضا العزة على الكافرين بأنه ينتقم منهم ويكون قادر عزيز عليه. فيعني باب رائع، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا إن شاء الله الدخول بالتفاصيل في هذا الباب. ننتقل إلى النقطة الأخيرة في يعني درسنا اليوم إن شاء الله، وهو جادة أهل السنة في باب الأسماء والصفات، ودي من الأشياء المهمة جدا التي يعني نحب أن نركز عليها، وهو ما يعني طريقة يعني التلقي
أهل السنة والجماعة لأسماء الله وصفاته. طبعا أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات يكون طريقتهم وجادتهم واعتقادهم هو ما جاء في الكتاب والسنة دون زيادة ولا نقصان، فيؤمنون بما ورد فيهما من أسماء الرب وصفاته ويثبتونه كما ورد، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسمائه وآياته، ولا يكيفونه يعني لا تقول هذا مثل يعني هذا الاسم مثل هذا ومثل هذا ومثل هذا التكييف، ولا يمثلونه بشيء يعني هذا الاسم مثل هذا الاسم أو هذا بشيء من مخلوقاته يعني، فلا تمثيل ولا تشبيه لأنه سبحانه وتعالى لا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه. هذه من الأشياء المهمة، نحن نثبت ولا نعطل، وهذه هي أهم شيء. يعني هذا المنهج قائم على أصلين، الأصل الأول هو الإثبات، إثبات لله سبحانه وتعالى صفاته وأفعاله، وهذا الإثبات ليس فيه تمثيل ولا تحريف ولا تأويل. يعني عندما نتحدث عن مثلا الآيات التي تتحدث عن وجه الله، ابتغاء وجه الله، يبقى ابتغاء وجه الله، نعم هناك وجه لله، يبقى احنا نؤمن أن لله وجه، أن لله يد، أن لله ساق، وكل هذا مذكور في آيات القرآن، لكن دون أن ندخل أن إيه في كيف تكون هذه اليد وكيف يكون هذا الوجه، وهل يعني أو يبقى إذن هذا هو التكييف أو التمثيل. التأويل أو التأويل إن إحنا نؤوله على غيره، يعني عندما مثلا بعض الناس تتحدث عن وجه الله أي يعني لغرض لله سبحانه وتعالى وليس معناه الوجه يعني الوجه، فهذا هو التأويل، إنه شيء جاء بذكر الله سبحانه وتعالى، يد الله فوق أيديهم مثلا ما جاء في القرآن. فبعض الناس تقول لك لا يعني ليس يد الله يعني معناها معونة الله معهم، لا ليست معونة الله، هي يد الله يبقى يقصد بها يد الله، بدون يعني عدم التأويل، إن أنا لا أخذ المعنى على معنى آخر، لم يعني الآية واضحة فيه لا أخذ على محمل آخر، يد الله يبقى لله، أثبت أن الله يد لله يد. كما قال إلى الشيطان عندما يعني أبى أن يسجد لسيدنا آدم، يا إبليس ما منعك ألا تسجد لمن خلقت بيدي، يبقى إذن في لله يد نؤمن بها، ولكن كيف شكلها، كيف تكون، ما هي، ليس لنا فيها شيء، ولكننا نؤمن بها كما جاء في القرآن. هذا هو عدم التمثيل وعدم التشبيه وعدم التأويل، يعني نؤمن ما نقولش إن هي لا مش يد، ممكن تكون شيء آخر، قوة بقى، نصر الله، تأييد الله، لا ده التأويل. والتحريف إنه إحنا نزيد على حروف القرآن أو نزيد على أشياء لم تجد في القرآن، هو هذا التحريف. يعني أسماء الله وصفاتي وأفعالي نثبتها كما جاء في القرآن دون السؤال عن الكيف، يعني الإيمان بها واجب والسؤال عنها بدعة، فلابد أن نؤمن بها كما وردت في الكتاب والسنة، وفي الوقت نفسه يعني ننزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص دون تعطيل. يعني لا أقول أن الله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص، ولكن أنفي عنه صفاته، يعني أنفي أن الله يسمع أو أنفي أن الله يبصر أو أنفي عنه ذلك، لا هذا يعني ليس من من العقيدة الصحيحة أبدا. فبالتالي الإيمان بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته كما جاء في الكتاب والسنة بدون تحريف والتنزيه دون تعطيل، بل الإيمان بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا الإيمان يعد أصلا من أصول الإيمان الراسخة و أساس في التعامل مع أسماء الله الحسنى وصفاته.
لأنه ده مجال خطير جدا، نحن نتحدث عن الإله سبحانه وتعالى، فليس هناك مجال للخطأ فيه، يعني لابد أن نتبين من كل كلمة نقولها على الله سبحانه وتعالى. نتحدث عن العظيم، فلابد أن نسأل العظيم أن يعيننا أن نتحدث عليه بما هو تحدث به عن نفسه سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى تحدث عن كل شيء، كما ذكرنا كل الأدلة موجودة في القرآن وموجودة في آيات القرآن، فما جيش أنا أزود بقى من عندي وأقول لا ده في أسماء تانية، لا ده يدل على معنى آخر، لا إذا، لأن ده خطير جداً، ويعني يعني يضر بالمؤمن، وأن من لا يؤمن بهذه يعني القواعد فيعتبر لا إيمان له، ومن جحد شيئا من أسماء الله وصفاته ونفاها وأنكرها فليس بمؤمن، ومن كيفها أو شبهها بصفات المخلوقين أيضا ليس يعني يكون من الظالمين، وتعالى الله عما يقول الظالمين. فهذه الأشياء مهمة جدا أخواتي، أحببت يعني الشيخ يعني تعرض إليها، وأحببت أن يعني أركز على يعني هذه الأشياء، لأن الخطأ كما قلنا في أسماء الرب وصفاته ليس كالخطأ في أي أمر آخر، فالواجب على كل مسلم أن يلزم نهج أهل السنة والجماعة وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وما جاء به الله سبحانه وتعالى نفسه في القرآن، وما تحدث به عن نفسه في هذه الأسماء والصفات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.